السلام عليكم خويا ماستر، صافا كلشي مزيان خويا؟ بغيت نقول لك يا تبارك الله عليك، صراحة السيستم ناضجي. باقي دابا باقي تنباكتيس تي في، ولكن على لي ريزولتا تيهضرو على راسو، السيستم تيهضر على راسو صراحة. وهاد السيمانة خرج بيه بروفيت، تنباكتيس تي في فواحد تيست وراه غادي مزيان. واخا قلتلنا باقي تديفلوبي فيه، بتزيد فيه التايم، بتزيد فيه شحال من حاجة، ولكن هي هاكا تقدر تهتم ديالي وتمشي مزيان. انا تيبان لي نبقى خدام بيه و غنبدل كاع الموديل ديالي باش خدام. اخي اصلا جيبي طون في اي سي جي، اش بالضبط انا بغيت نبقى مفوكسي عليه؟ انت بسيط انت باقي. انا جيبي طون في اي سي جي، ولكن اون فوا صحتي ليا في داك الاوديو باقي ما شفت لا تطبيق لا والو. باقي قلتي لنا تديفلوبي فيه، ولكن عاد داكشي اللي شرحت ليا راه قدرت نبقى غادي السيمانه كامله في بروف. واحد القضيه انا تنقول بلي هاد السيستم الا فات تعرف اجي نخليه بصندوق في عالم تاع التريجينغ صراحه. وراه تبارك الله عليك اخويا ماستر، تنشكرك بزاف المجهود هذا كامل، راه اخر قند الله كبير الدراري. تبارك الله عليكم، الله يكبر بيكم. السلام عليكم خي ماستر. هاني بالنسبه خي ماستر، دابا غنهضر مع الدراري انا اللي يلا ناويين يتعلموا. انا كان عندي الدراري السيستيم الاوائل في الاول، ميم تاع هادشي كان عندي السيستيم انايا، كنت خدام به عادي، اورو يورو دولار الجولد وفي الناسداك كلشي كان خدام. هو هذاك المشكل اللي عانيت منه، هو ان البرايس كيهرب، ولكن ما من ناحيه ديال السيستيم ناضي. دي مشكلة رب عليك، البرايس تدخل تلي في الاخر ودخل عانية. وبالنسبة تاني المشكلة ديال الطمع، الطمع كنت كان عاني منه، وانا ما تعانيوش منه الدراري، كنت كندخل النار كامل وانا كنقلب على بوزيسيون ديالي، راه غير 1-2-2 تأجج مرات 1-2-2 في النار اللي يجعل البركة وشتري ذات كافيين كرا الخير والبركة هذاك، والله اللي يسخر الجميع. السلام عليكم، كيف ما شفتوا الاراء ديال الناس على ماستر سيستم، يعني كنت عطيت شي ناس باش يتستيو ويعطيوني الريزولت ديالي. انا مبغيتش نعطيكم الريزولت ديالي لحقاش غادي تقولوا كنافق ولا شي حاجه ولا كنمشي معدي ولا سيستم. انا عطيتو لربعه ديال الناس ولا المهم ربعه باش يعطيوني الريزولت ديالهم، باش نبارطاجي معاكم داكشي اللي عطاوني ونشوف واش كان فيه شي مشكل. الحمد لله شفنا الريزولت، كان شي حاجه مزيانه داكشي يعني ديالهم. انا ما بغيتش نبارطاجي معكم الريزولت ديالي باش ما تقولوش حاجه، انا هو مول السيستم اللي تقولوا راه كنزيد عندي داكشي ولا شي حاجه ولا المهم باغين باغي نماركيتي، ولكن هذا راه محطوط فابو ما كنبيعوش. وكنت كون جيت نبيعو راه نبيعو، ولكن الا شادي ندير الناس المهم كلشي فابو. حاجه وحده سيستم كنعاود نقول لك، سيستم يخدم لك هو خدام، يعني ما كاينش شعور انه يخدم لك ريزولت ديال الناس ملي كيأكدو داكشي. انا ما قلت ليهم والو، انا بارطاجيت مع السيستم صيفطو لي ريزولت، ما قلت ليهم يديرو حتى شي حاجه، ما قلت ليهم لا يكذبو عليا ما والو. يعني سيستم راه خدام، غادي تمشي في وقت تيستي بغيتي هو هدف ما بغيتيش، متجيش تسد علينا راسنا وصافي. سيستم أول حاجة بغيت ندوي عليها واحد القضية، اللي عنده مشكل في الانتري يمشي يشوف داك الفيديو ديال أجي تشوف كيفاش تلقى الانتري ديالك، المهم مبقيتش عاقل على سميتو، يتفرج فيه باش ميكونش عنده شي مشاكل هنايا، ما يجيش مشاكل في السيستم ديالنا. سيستم يعني راه ساهل بزاف، ساهل بزاف، مفيش شي تعقيدات، ويمكن لك تشد بيه سوينغ شورت تيرم بوزيشن شو ما بغيتي. غير هو غادي ندوي في هذا الفيديو هذا على الـ على الـ على على الانترو ديال السكالب، ولكن المهم اللي بغى يمشي باك تيستي في السوينغ والشورت ولا المهم يمشي يجربوا، ولكن مازال لحقاش ما غاديش نشرحوا على اساس ديال الشورت تيرم، نشرحوا على الانترو ديال السكالب. بالنسبه للشورت تيرم ولا السوينغ ولا راه نقدر ندير فيديو اخر ونشرح كيفاش تشد بيه السوينغ ولا شي حاجه، ولكن السيستم راه خدام والسيستم ساهل ماشي صعيب
راه البريد هي كتفهموا. وهذا الشيء كامل بالفضل ديال مايكل، مايكل مول اي سي تي، هذا الشيء جايبينه من عنده، ماشي من عنده ولكن ماشي زعما ديك الطريقه اللي كتعرفوا جدينا من عنده وقال لك هذا السيستم هكا كيفاش داير، لا هذا الشيء راه ديالنا، ولكن حنايا جايبين الافكار ديال السيستم عند مايكل. ما غاديش ندوي على مثلا السيستم كيفاش مشينا تا صايبناه ولا، ولكن المهم غادي ندوي على السيستم كي داير وصافي. غادي نبداو. اول حاجه غادي نشرحها انا في الجولد ياك، اللي عنده اللي كيتري الاي ولا جي ولا هذا، في الاخر نقول لكم كيفاش تخدموا به، ولكن دابا الشرح ديالي غادي يكون في الجولد. ونبداو بالسيستم. اللي خاصك تعرفه هو انه البرايس في ما كان راه كاين في واحد الرينج، يعني بحال دابا الا كان في 2396 راه في واحد الرينج، الا كان في 2385 راه في واحد الرينج، الا كان في 2370 راه في واحد الرينج، الا كان في 2320 ولا 21 ولا راه ديما في واحد الرينج. ديك الرينج كيكون محصور في واحد النمبر اوف ذا بيب. انا غادي ندوي دابا على السكالبين والانتراداي. المهم السوينغ والشورت تيرم انا غنقول لكم كيفاش. ديك الرينج غادي تختاروه في الجولد 100 بيب ياك، 100 بيب اللي كيدري ما ماشي ضروري تخدم في الجولد، بلاتي نقول لكم كيفاش تخدموا في الاي او جي، ولكن المهم 100 بيب بحال دابا هنايا نديرو 2400، غادي نديرو هنايا مثلا 2390، هادي 100 بيب، 2380، 2390 هادي 100 بيب هي غادي. ولكن فكرة المهم انا ما بغيتش نقول لكم على شورتين في هذا الفيديو، هذا نقدر ندير فيديو اخر، ولكن راه كافي هذا الفيديو يعني تطبق هادشي اللي فيه وتمشي تخدم به في الشورت تيرم ولا التسويق ولا 2300. الا بغيتي مثلا تخدمو في السويق ولا البوزيشن تاخد رينج كبير، يعني 2390 مثلا تاخد رينج فيه 100000 بيب، بحال دابا 2300 2340 مثلا، 2400 مثلا، هاد الرينج هذا كامل غادي تخدمو، هاد الرينج هذا كامل غادي تخدمو، وغادي نشرحو كيفاش المهم تخدم. يمكن لك تخدم عاوتاني 10 بيب، 10 بيب راه السيستم راه خدام في اي حاجه. 10 بيب مثلا ديري 2390 و 2300 مثلا 91، ولكن باش تريدي في هاد 10 بيب خاصو يكون عندك الشرط ديال الثواني، يعني ديال 10 الثواني ولا ديال الثانيه ولا على حسب، الثانيه ما كيعطيش الشرط مزيان، المهم ديال 15 ثانيه ولا ديال 30 ثانيه. هذا هو الفكره ديال السيستم، يعني كيكون عندك واحد الرينج كل بايس مصور فيه. هادشي راه ما عندو تا علاقة بالسيبور ريزيستانس، وما عندو تا علاقة حنايا ماشي في بوناتشي تريدر، وهادشي ما عندو تا علاقة بالسيبور ريزيستانس، يعني صحاب السيبور ريزيستانس اللي يجيو يكومونتيو هادشي راه السيبور ريزيستانس راه ما عندو تا علاقة بالسيبور ريزيستانس. كتشد في بوناتشي ديالك كديرو هاكا، كتختار هاد الليفل هادو 0.75، 0.5، 1، 0.25 ياك، ها هما الليفلز كاينين هنا. اشنو كدير؟ هذا ناخذو، هذا هو الرينج ديالنا ديال 100 بيب، 2390 2380، بحال دابا غادي تختار 2380 2390 2400 2370 2360 2350، يعني كيكون ديك 2390 ولا داك كيتسمى البيك فيغور. هذا هو الرينج اللي تخدم به. اشنو كدير؟ البرايس فاش غادي تشوفو في هذا الرينج غادي تبقى تشوفو كي رياكتي من هذا الليفل هادو،
كاري مع انا كنقول لكم ما عنده حتى علاقه بالسيبور ليسونس ديال الصحاب اللي كتعرفوا نتوما زعما كنصنع كذا سيبور مثلا هذه السيبور برايس تراك جوصلنا لهذا السيبور هذا تراك بحال هكا ندخلوا هذا ما عنده حتى علاقه بالسيبور ليسونس هذا المهم هذا هذا غادي تشوف هاد الليفلز هادو اللي كاينين هنا غادي يبقى رياكت من كريال سيبور ريزيستانس كنعاود نقولها مع ماشي داك سيبور ريزيستانس اللي كتعرف غادي تبقى تشوفو كي رياكت منهم كريال سيبور ريزيستانس مثلا غادي يطلع بحال هكا 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 هكا كيفاش كيمشي للرام اش نتا شنو كتستعين البرايس الا كان هنا كان فهاد النقطة هادي طلع اسمعني مزيان دابا هنايا اسمعني مزيان وحل معايا دماغك الا شدلك بالبادي فوق هاد الليفل هذا اللي هو الزيرو اللي هو غادي يكون جاي مثلا في 2380 بالبادي اسمعني مزيان بالبادي وما وصل وبالويك ديالو الفوقاني ما وصلكش لهذا الليفل هادو يعني الويك ديالو ما قاصلكش هذا الليفل هادو شد فوق منه بالبادي والويك ما قاصلكش هذا الليفل هذا ولا ما قاصلكش هذا الليفل المهم ما قاصلكش شي ليفل من هادو اشنو كدير كتسين كتهبط للور تايم فريم وكتقلب على اي ديسكاونت الري غادي سيبورتي لك البرايس باش غادي يصيفطو لهاد الليفل هادو غادي يوصل البرايس لهنا غادي تشوفو واش غادي يقدر يكلوزي بالبادي فوق هاد الليفل هادو او لا لا واش مخصوش يقيس لك شي ليفل من هادو عاوتاني الا دالك الكلوز بالبادي فوق هادو ياك فوق هاد الليفل هادو غادي تقلب على عاوتاني على الفلور تايم فريم على اي ديسكاونت الريل برايس غادي سيبورتي لك البرايس غادي يطلع معاه بحال هكا الا جا البرايس وقاص لك بالويك بحال هكا ما قدش يشد فوق من هاد الليفل هذا بالبادي غادي تساين البرايس يجي لهنا يقيس لك بالويك وتساين تقلب على انه البرايس يا غادي يولي يطلع ويشد لك فوق من هذا بالبادي وما يقيس لكش هاد الليفل هذا او لا غادي يهبط ويشد لك تحت هذا بالبادي وما يقيس لكش هاد الليفل هذا سمعتي مزيان ما يقيس لكش هاد الليفل هذا او لا هذا يعني لا شد لك هنا ما خصوش خاصو يرجع تقلب على في اللور تايم فريم على اي ديسكاونت اللي يقدر يسيبورتي لك البرايس الفوق لهنا ولكن ما خصوش يكون متقاس بالويك في الاول هذا او لا شد لك هنا خاصك تقلب على اي بريميوم ري يقدر يصيفط لك البرايس لهنا هكا كيفاش كيمشي السيستم هذا هو السيستم قلت لكم شي حاجه سهله بزاف وكنعاود نقولها وكنعاود نقولها ما عنده حتى علاقه بالسيبوريزيسونت اللي كتعرفوا هاد الليفلز هادو اللي تختاروا هنايا ما قدتمش على الله ما قدتمش على الله مايكل انا مفرج في اي سي تي بزاف يعني مايكل واللي المهم ما عرفش يقدر شي واحد يكون مفرج في اي سي تي كامل ويكون عارفين اش كندوي ولكن راه هاد الليفلز هادو راه عندهم واحد الالغوريثم كيدير عليهم واحد الحاجه المهم هادشي اللي كاين في السيستم دابا غادي نشوفو كيف على زعما فوقاش الى تايم فريم نشوفو باش البرايس خاصنا نشوفو واش هادي كلوزي فوق هذا بالبادي ولا المهم دابا انا غادي ندوي على الانترادي ياك الا كنت انت تخدم السوينغ ولا هذا مثلا الشورت تيرم تشوف الوان هاور ياك الوان هاور وغادي تخدم بالرينج ديال يمكن لك تخدم حتى بالرينج ديال 500 اس بي 500 اس بي في الشورت تيرم ولا تخدم بالرينج ديال 300 اس بي على حد ما انت خاصك تشوف حتى الاي دي ار خاصك تزيدو مع الايفرج ديال الرينج الايفرج ديال الرينج ما بغيتش ندوي عليه في هذا الفيديو هذا راه كاع
كاين راه ساهل إيه باش كتعرف البريس بشحال كيتحرك البيب في السيمانه ولا في النهار ولا على حسب. هذا ما عنده اصلا حتى علاقه بالجولد باك، يعني الجولد باك اللي شاف الفيديو ديالنا اللي مشروح ما عنده حتى علاقه بالجولد باك، ماشي ديال هادشي راه ما جبناهش من بوبي بلاكو الشيرا ديالنا. المهم انا في هذا الفيديو كيف ما قلت لكم راني ندوي على انشورنس ولا سكاوت. اش غنقول لكم هنايا في هاد الليفلز هادو خاصك تشوف 15 مينيت تايم فريم، يمكن لك تشوف 5 مينيت ولكن من الاحسن اللي تشوف 15 مينيت. 5 مينيت يقدر يغلطك واحد شويه ولكن 15 مينيت كيكون كوريكت. غادي تشوف البرايس الى جا مثلا كلوز هنايا فوق من هذا البادي. انا كنت خدام ب 5 مينيت باش ما نكذبش عليكم، ولكن نتوما يلا بادي يشوف 15 مينيت اخدي موراها يمكن لك دوز 5 مينيت وتيست 15 مينيت اللي تشوف البارتيشن فوق من هذا والبادي ياك البادي فوق من هذا قلنا ما خصوش يقيس بالويك ديالو هذا. فاش غادي يديرو انت شنو غادي دير؟ غادي تهبط ل 3 مينيت ولا ال 5 مينيت او لا كاع ال 1 مينيت، ولكن ال 1 مينيت ما تعتمدوش عليها بزاف يعني، ولا اللي عنده 2 مينيت يشوف. المهم تشوفوا من الاحسن 3 مينيت ولا 5 مينيت، غادي تقلبوا على قلنا على الديسكونت اللي لي غادي يعطيك البرايس اللي لي سيبورتي البرايس اللي هذا هو البلان. غادي تشوف 15 مينيت بالنسبه لل هاد القضية ديال التايم، زعما التايم بالضبط فوقاش تخدمو، خدمو فيما بغيتي، يعني تخدمو فيما بغيتي في الكيزون، وهاي بروبابيليتي أنه نزيد عليك إلا زدت عليه البايس غيكون هاي بروبابيليتي، غادي تدخل في تريد هاي بروبابيليتي. بالنسبة للتايم أنا غادي نعطي التايم يمكن لك تخدم التايم، هو غادي تشوف كل نص ساعة، ماشي كل نص ساعة ولكن بحال دابا غادي تشوف مثلا 3 ونص 4 ونص 5 ونص لا 7 ونص 8 ونص 9 ونص 10 ونص 11 ونص المهم 8 ونص ديال البي ام ديال الازيا 9 ونص اي واحد تايم اللي يكون داخل الكيل زون ويكون كيتسالى مع ونص. هذا هو الفكره ديالو، يعني 9 ونص 10 ونص 11 ونص 2 ونص 3 ونص 4 ونص اي كي، المهم تكون داخل الكيل زون. ومن احسن لي تايم يمكن لي نعطيك باش تخدم هو انه تشوف 2 ونص 3 ونص في لندن اوبن الازيا رانج، غادي تشوف 9 ونص 9 ونص 8 ونص نيويورك اوبن غادي تشوف 9 ونص على 10 ونص 9 ونص باركا لندن كلوز غادي تشوف 10 ونص بوحديتو. هادشي اللي كاين وكيفاش غادي يمكن لك تخدمو بالضبط. كتجي مثلا مع وربع غادي تشوف الكاندل ديال وربع كي كانت في 15 مينيت تايم فريم، الكاندل ديال وربع غادي تشوفها مثلا فوق وربع الى شدات لك هنايا مثلا هذه القندل ديال الوضع غادي تساني حتى تشد، الى شدات لك هنايا ياك شدات لك هنايا فوق من هادو وما خاصتلكش بالويك هاد الليفل هادو غادي تشوف الانترو ديالك مع ونص، ماشي ضروري مع ونص تكون ولكن المهم مع ونص تبقى تقلب على الانترو ديالك ديال الباي باش يوصلك البريس اللي هنا. واحد القضيه دابا اسمعني مزيان، انت خدام في 15 مينيت الى وصلك البرايس اللي هنا وشفتي انت في 5 مينيت في 5 مينيت انه البرايس كلوز فوق من هذا بالبادي خلي التي بي ديالك حتى لهنا، الى عاوتاني وقع لك نفس البلان ولكن كلوز بالبادي فوق هذا وزعما وما قاسلكش بالويك هذه خلي التي بي ديالك حتى لهنا عاوتاني التي بي ديالك حتى لهنا. حنا نشوفوا دابا الوقت ديال لهذا الشيء هذا، انا خسرت 3 ديال لي تايم كانوا البارح الشيء البارح فرايدي فرايدي 19 شهر 4 2024 مورا ما على كانت الروينه في الجولد ولحقاش على حساب الحرب
وغادي وكان خدام. غادي ناخذو مثلا جوجونس، هادي هي جوجونس، هاد الكاندل ديالو 4 فين كانت محصوره ما بين 80 و 90، 1380 و 1390. راه اللي كيسول لي هذا يقول لي اليوزيو راني جايكم بلاتي، ما غاديش ندير فيه شي مثال، ولكن نتوما تمشيو تبقى تيستيو راسكم. 1380 و 1390 اشنو كتلاحظ هنايا؟ انت شوف مزيان هادو ربع فين تحلت هنايا، فين دارت لك الكلوز هنايا، واش قدرت توصل لهنا لهنا؟ يعني لا، يعني انت غادي تشوف في الانشو ديالك مع ونص شي تريد اللي غادي توصلك لهاد الليفل هادو، غادي تشوف 3 دقائق ولا 2 دقائق ولا 1 مينيت، ولا 1 مينيت بعد عليه بزاف، ما تفوكيش عليه بزاف، هو خدام في 1 مينيت ولكن ما تفوكيش عليه بزاف. حنا قلنا ماشي ضروري مع ونص اللي يجيك الانترو ديالك، ولكن انت الا فكرتي مع راسك هنايا شحال هيا القند اللي نص تحلات هنا عطات، انت الا فكرتي مع راسك الا جيتي تدخل يمكن لك تدخل مثلا من هنا، ياك هنا تدخل مثلا من هنا لهاد اللور كوادرنت ديال داك الاوفر بلوك، دير ستوب لوس ديالك هنا شحال من بيب، ما كملش تاع 300 بيب ولا، ودير تي بي ديالك هنا، تي بي من هنا لهنا عندك واحد 15 بيب، هادي موف صغيرة يعني انت تقدر ما تدخلش فيها ما تعجبكش، هادي رجع ل 15 دقيقة. رجع لي هاد الفيبوناتشي هكا 16 دقيقة، تقدر ديك الموف ما تعجبكش غادي 90. دابا غادي نديرو الرينج ديالنا 2380 2390، 90 هاد الكاندل ديال ونص تزيد تكونفيرمي لك واحد شوية، تاك هاد الكاندل ديال ونص واش قدات انها تشد تحت من هاد الليفل هادا او فوق من هاد الليفل هادا؟ لا، يعني بقات محصورة. هاد 90 هاد الكاندل هادي مازال ما شفناش انتي تكون مزيانة. دابا يمكن لك تاخد هاديك الاولى اللي بين عليها، ولكن تي بي صغير بزاف، تشوف هادي، هادي فين دارت لك الكلوز 2000. غنخدمو دابا رانج جديد، شنو هو الرانج ديالنا؟ من 2390 2390 2300 2400. واش دار فاش دارت لك هنايا كلوز فوق من هادي بالبادي، واش قدرت انها توصل لهنا؟ لا، كانتل ديال 3 تشوف 1 مينيت ولا 3 مينيت، ندوي على 3 مينيت على السير 3 مينيت. شو مينيت الى جيتي تدخل، ندير مثلا الانترو ديالي هنايا لونغ، انترو ديالي هنايا، ستوب لوس ديالي هي هنايا، والتي بي ديالي غنديرو مثلا هنايا جاني واحد 14، ماشي شي حاجة. شوف الوان مينيت، وان مينيت يمكن لينا ندخل تا لهنا ياك، وندير الانترو ديالي في هاد مع تعطيني واحد تشانجين ستيت اوف ديليفري تكري اوردر بلوك، يمكن ندير تي بي ديالي هنايا ونخرج. ما عطانيش ما عطاني يعني الار ار ديالو ما كاملاش واحد واحد جوج، ولكن راه النهار كان شي شويه صعيب، حتى لندن اوبن مكانتش مديرة 3 دي فيها لحقاش ازي عطات واحد الموف كبيرة. يعني هنايا غادي نشوفو 3 ونص بحال هاد لي موف هاد، بلا ما تحاول تدخل فيهم ولا بغيتي تدخل فيهم تدخل، ولكن ما عادش يعطيوك شي موف كبار.
غتشوف 3:30 سميرة غتشوف 3:30 غترجع للكاندل ديال 3:15 3:15 كانت محصورة ما بين جوج ديال لي رانج غنخدمهم دابا 2390 2380 الرانج المهم كانت هي تحلت في الرانج ديال 2000 نديرو الرانج لا ما كيما غاديش يهمنا هذا اللي الفوق 2390 2400 وهذا 2390 2400 جات جا البوايس هنا شنو دار لك واحد الكلوز لتحت هذا الليفل هذا ما قدرش يقيس لك هذا بالويك اشنو غادي تساين في هذا الكاندل هذا ديال ونص انا قلت لك ماشي ضروري تعطى لك واحد الانتو ديالك مع ونص نديرو ال 1 مينيت مثلا نرجعو الاوبن ديال ونص فين كانت هنايا الانتو ديالي غادي تكون هنايا هاك شورت خلو مع هاد الاوردر بلوك هذا مثلا راه يعني جاتنا واحد الاوفر مع واحد الاوردر بلوك ستوب لوس ديالي هنايا الار ار ديالي اقرب واحد هو هادو دابا تبع معايا مزيان نحيدو هاد الشيء نحيدو هذا اللي الفوق نخليو هذاك اللي تحت البرايس هنايا جا لهنا ياك دالك واحد واش يقدر يدير لك واحد الكلوز بهاد الكاندل هادي لا ما دالكش كلوز هنايا غادي تهبط ستوب لوس ديالك حتى لهنا حتى لهاد الليفل هادو ياك وشنو غادي دير غادي تخلي التي بي ديالك وتاخد بورشل وتخلي التي بي ديالك حتى لهاد الليفل هادو شحال ولا عندك هنا واحد ربعة دالك الكلوز تحت هاد الليفل هذا ولا لا دالك الكلوز هبط لي التي بي ديالي حتى لهنا شحال ولا عندك واحد ستة واحد ستة في تريد وحده وانت فاش كنتي غادي انت خاصك تكون غادي كتاخد بورشل ستوب لوس شحال كانت تعطى قل مع 20 بي غادي نشوفو دابا نختمو بآخر نشوفو مثلا نشوفو مثلا نشوفو العشاونس نشوفو العشاونس واحد القضية إلا لقيتو مثلا 9:30 ولا شي حاجة ولا 7:30 ولا ما تسمعونس ما قلت ما تديوش فيه من الأحسن ما قلت لكم 9:30 ولا المهم شي تايم عطيتو لكم لقيتو مثلا البرايس ما قدرش يكلوزي الفوق ولا لتحت وكان غير كيرانجي بعد ما تريديش في ديك الوقيته ساير راه عندك اكثر من 3 ديال لي تريد في النهار يمكن لك تاخذ مش هاد لك هذيك ساير هذيك يمكن لك اوفرلابي مع ماستر موديل لكن ماشي دابا ندويو على هادشي غادي ناخذ العشاونس شونس في كانت هنايا غتشوف ديما غادي تشوف الكاندل ديال 10:15 10:15 كانت محصورة ما بين واحد الرينج ديال 2380 2380 حتى 2390 غادي تاخد فيبوناتشي اخر وغادي دير 2390 2390 حتى 2300 حتى 2400 هنايا درت لك الكلوز هنايا فوق هاد الليفل هذا درت لك الكلوز واش قدر انه يوصل لهاد الليفل ديال الزيرو بالويك واوصل ما تريديش درت هنايا الكلوز فوق هاد الليفل هذا ديال لا شونس قدر انه يوصل لهنا لا شفت ال 1 مينيت وان مينيت وان مينيت مثلا اللي تشوف قلنا الكاندل ديال 45 يلي تدخل فيها 45 شنو كيبان لك هنايا البرايس ما هنايا راه ما كانش معطيه لك هنايا شي ديسكونت ريلي غادي سيبورتيك البرايس للفوق كان هاد الاوردر بلوك هذا ولكن ما نشد دخل منه لحقاش شو البرايس اكشن كي كان داير ماشي شي حاجه اسال اقرب وحده كانت معطيه لك هي هادي غادي تدخل منه لونغ بي بي ار تعطى لك هنايا ستوب لوس ديالك
ولا ديرو كاع هنا لحقاش الا مشات تدارك هاد اللو هذا راه غادي يقصلك هادو. المهم على حسب كل واحد ولا انت ديرو هي هنايا تي بي ديالك فين غادي يكون هنا اقرب واحد 1.6 امشي في 89 خرجتي في 72 غادي تشوف الفايف مينيت دابا راه الار ار فاش كيتعطى بزاف في الجول لحقاش البارح راه مع كانت التنيه مقلوبه شويه انت. المهم هنايا الفايف مينيت شد لك بهذا البادي بالبادي فوق هذا الليفل هذا خلي التي بي ديالك هنايا تقاس هذا الليفل هذا شوف مزيان تقاس هذا هو بلا كيقلب لك لتحت شتي هي كي داير انت شحال ولا عندك في الار ار 2.8 الله يرحم شي بركه. غادي نشوفو دابا كيفاش غتخدمو في الايو والجيو. الايو نفس التايم نفس كلشي غتمشي تبغى تيستي و المهم اللي باك تيستا شي حاجة غادي يبارطاجيها معنا في الجروب اي سي سنايبرز باك تيستيو في البيتكوين و هدا راه سيستيم انا حاطو خدم بغيتي تخدم به يا ريت مبغيتيش شغلك هداك ولكن راه سيستيم باورفل فيه فيه واحد سيستيم قوي بزاف. المهم تشوف الفيبوناتشي ديالك هنايا غادي تختار مثلا ما بين تختار واحد الرينج مثلا هنايا في الايو ما بين 1.06 500 مثلا 1.06 600 هذا هو الرينج ديالك اللي تخدم به مثلا وتخدم داكشي اللي كنا كنديرو مثلا هذا هو الرينج اللي تخدم به. غنشوفو اليوز يا ولا نازك نازك تخدم مثلا من هنا نازك غادي تخدم في واحد الرينج محصور ما بين مثلا 1700 17200 و 17100 انت شوف مزيان هانت ايه بلا تايم بلا ما نمشيو حنا حتى للتايم ياك بلا ما نمشيو حنا للرباع ولا برايس شنو دار هنا ما كانش قدر يقلو يكلوزي لك تحت شي ليفل ولا فوق منو البادي جا لهنا كلوز لك تحت هذا البادي شنو دار بوم لتحت شنو دار بوم لتحت شنو دار بوم لتحت طلع شنو دار ما قدرش يكلوزي فوق كلوزا هنايا فوق هذا شوف هاد الكاندل هادي قدرت توصل لك لهنا ولا لا شوف هادي كلوزات فوق هادي قدروا يوصل لهنا كلوزه يعني ما كاينش شي يعني ما كنقولكش ما غاديش يتضرب لك ستوب لوس بزاف ما غاديش يتضرب لك ستوب لوس ولكن راه واحد السيستم اللي انا عارف كي داير واحد السيستم قوي بزاف باش تخدم به. وهادشي اللي كان في الفيديو هذا حنا دوينا على ماستر سيستم ونتمنى نشوفوا الفيدباك ديالكم في الجروب ديالنا ولا المهم تحياتي لكم ونتلاقاو في فيديو جديد.